اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من جوه الصيدليه. موضوعنا النهارده يمكن شويه شائك وبيغلب اكتر الستات. موضوعنا النهارده عن وسائل منع الحمل. عشان نفهم ازاي وسائل منع الحمل بتشتغل لازم نفهم فسيولوجيه الدوره الشهريه. طيب الدوره الشهريه بتحصل ازاي؟ قبل ما نتكلم هي بتحصل ازاي لازم نعرف ان في ثلاث محاور عندنا بيتحكموا في موضوع الدوره الشهريه. اول حاجه المخ والغده النخاميه وحاجه بتسمى الهايبوثالاموس، عندنا الاوفري او المبيض، وعندنا الرحم. طيب الدوره الشهريه هي بتبدا بسن البلوغ وبتنتهي مع ما يسمى بسن الياس. تقريبا بتيجي كل قد ايه؟ بتيجي كل 28 ل 35 يوم، لكن المتوسط عند السيدات الاغلبيه بتكون 28 يوم. كل شهر بالتبادل مبيض من الاثنين بيبدا ينتج بويضه، وعشان كده لكل ست عدد معين من البويضات. العدد ده كل ما بيخلص كل ما الست بتوصل بدري لسن الياس. جاهزين نبدا؟ يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بيكم من جوه الصيدليه. انا عمرو ابو بكر. في اول اسبوع من الدوره المخ او الغده النخاميه بتفرز حاجه اسمها FSH. FSH ده الفوليكل ستيميليتنج هرمون، وده دوره ان هو بيروح للمبيض وبيقول للمبيض لو سمحت طلع لي بويضه، فهو مسؤول عن انتاج البويضات. مش بس كده، ده مسؤول عن انضاجها، واثناء عمليه النضوج بيبدا يحفز الخلايا اللي حوالين البويضه انها تنتج هرمون الاستروجين. لما بيزيد انتاج هرمون الاستروجين بيعمل حاجه جميله جدا، بيبدا يعمل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك. يعني ايه نيجاتيف فيدباك؟ يعني بيدي رسائل للمخ لو سمحت بطل تفرز FSH تاني. ليه؟ لان انا عندي اوريدي بويضه لسه موجوده. دي المرحلة الأولى. طيب المرحلة الثانية، ودي بتحصل في الوقت اللي هو من 10 ل 14، من يوم 10 ليوم 14 من الدورة. المرحلة دي اللي احنا بنسميها مرحلة التبويض. بيحصل فيها ايه؟ المخ تاني بيبدأ يفرز هرمون تاني اسمه ليوتينايزنج هرمون، اختصاره LH. LH ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول لو شفنا دي الخلية، بيبدأ يطلع الخلية من الحاجة اللي بتحميها. الحاجة اللي بتحميها دي اسمها الجسم الأصفر، ولما بتبدأ تطلع من الجسم الأصفر وتبدأ تسافر في قناة فالوب عشان توصل للرحم، الجسم الأصفر ده مسؤول عن إفراز هرمون مهم جدا جدا جدا، وهو هرمون البروجستيرون. بيبدأ يفرزه من الوقت ده ولحد تقريبا 3 شهور. طب ايه اللي بيحصل؟ ايه فايدة؟ ليه الهرمون ده مهم جدا؟ لان الهرمون ده بيبدأ يخلي الرحم يجهز لاستقبال البويضة، بيبدأ يخلي بطانة الرحم تكبر، وبيبدأ يخلي الافرازات تكتر عشان يستقبل البويضة. اول ما البويضة تيجي ملقحة تبدأ يحصل لها انغراس في بطانة الرحم وتبدأ تكبر وتنقسم. لو ما حصلش كده الافرازات او افراز هرمون البروجستيرون بيقل بشكل ملحوظ لحد لما يوصل لمرحلة ان هو بيقف، وعندها الجسم بيبدا يفهم ان ما حصلش تلقيح للبويضه وبيبدا يحصل شيدنج لكل ده. كل الجدار اللي احنا بنيناه ده بيبدا يتهد، وهو ده اللي بنطلق عليه دم دوره الشهريه. ده ببساطه كان فيزيولوجيه الدوره الشهريه او الدوره الشهريه بتحصل ازاي.